يعني بداية، ما هي ملامح هذه الأرضية للتسوية التي يتحدث عنها برزاني في إقليم كردستان؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وللزملاء ولجميع المشاهدين. طبعا هذه المسألة أو المبادرة التي تقدم بها الرئيس نيتشيروان بارزاني ليست جديدة بكل صراحة. منذ تقريبا يعني بداية شهر رمضان كان من الممكن أن تنفذ، ولكن كانت هناك بعض العوائق والعقبات الفنية وليست السياسية طبعا حالت دون تنفيذ أو البدء بهذه الاتفاقية. أولا، إيقاف الهجمات الإعلامية بين الطرفين، وخصوصا الأطراف الذين يتحدثون أو الأشخاص العفو الذين يتحدثون باسم الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. كانت هناك هجمات شرسة كثيرة جدا بين الطرفين، اتهامات متبادلة، هذه توقفت نهائيا. ثانيا، المسألة تكمن أيضا في اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني وللحزب الديمقراطي الكردستاني منذ فترة طويلة جدا، تقريبا منذ مسألة عقد أول اجتماع لمجلس النواب حتى هذه اللحظة لم يجتمع المكتبان السياسيان. ولا ننسى بأن هناك اتفاقية استراتيجية ما زالت سارية المفعول بين الجانبين وإن تم التجاوز على بعض النقاط منها. بعد ذلك من الممكن ان تكون هناك يعني يكون هناك تمهيد لاجتماع القمه بين قمتي السلطه في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن هذه المساله سوف تكون صعبه بعض الشيء، لان حتى هذه اللحظه لدى الاتحاد الوطني الكردستاني هناك تعدديه منابر، هناك عدم اتفاق على من يكون في قمه السلطه في الاتحاد الوطني الكردستاني. لا ننسى الخلاف بين السيدين لاهور وباب الطالباني، لكنها وبكل صراحه الخطوه كانت خطوه مهمه جدا وخطوة قوية، ومن الممكن أن ينتج عنها الكثير من النتائج المهمة إن لم يكن هناك تعنت من قبل من أي من الطرفين، وخصوصا الاتحاد الوطني الذي يعاني من أزمة ثقة لدى كوادره الداخلية وأزمة ثقة بينه وبين كل الأحزاب والأطراف السياسية. نعم. طيب، يعني هل يمكن القول الآن سيد محمد، هل تم تجاوز كل نقاط الخلاف القائمة بين الطرفين، أم لازال هنالك نقاط عالقة، وما هي هذه النقاط؟ الخلافات ستبقى موجودة، يعني بالتأكيد ما دامت هناك عملية سياسية الخلاف والاختلاف سوف يكون موجودا، وهذه هي طبيعة العملية السياسية، وخصوصا أن هناك اختلافا في الأجندة السياسية للاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني. ولكن اليوم النقطة الجوهرية للخلاف هي مسألة رئاسة الجمهورية ومسألة انضواء الاتحاد الكردستاني تحت اطار الاطار التنسيقي، في حين ان الاطار التنسيقي يقول وبكل صراحه الاتحاد الوطني ليس جزءا منا ولن يكون جزءا منا، ولن نقبل بان يكون جزءا من احزاب واطراف الاطار التنسيقي. وهذه رساله موجهه للاتحاد الوطني الكردستاني بان يعوا بانهم غير مقبولين لدى الاحزاب والاطراف السياسيه في الاطار التنسيقي. النقطه الثانيه الخلافيه مساله انتخابات برلمان كردستان. الاتحاد الوطني الكردستاني بين لاكثر من مره بانه يطالب بتاجيل انتخابات برلمان كردستان، في حين دعا السيد رئيس الاقليم الى اقامتها في 1/10/2022، يعني تقريبا بعد 5 أو 4 أشهر يجب ان تكون هناك انتخابات لبرلمان جديد. هذه النقطه مختلف عليها. الاختلاف حول هذا الموضوع يعود إلى الاختلاف حول قانون الانتخابات ومسألة تغيير قانون الانتخابات إلى ما يشابه بغداد أو إلى ما يختلف مع بغداد. هناك دستور أقليم كردستان، هناك مسألة يعني تمديد السلطة ويعني تنويع السلطة واللامركزية التي يطالب بها أحيانا الاتحاد الوطني الكردستاني والذي لم ينجح فيها في تطبيقها في السليمانية وحلبجة. هذه هي النقاط الأساسية للخلاف، ولكن نقطة الخلاف الجوهرية هي مسألة رئاسة الجمهورية وحلبجة. تعنت الاتحاد واضح بإبقاء برهم صالح مرشحا لهم. نعم. طب يعني عندما يتحدث برزاني عن تسوية ما، هل يعني ذلك أن حزبه قدم تنازلات للطرف الآخر، أم الطرف الآخر هو الذي قدم تنازلات، وأين؟ بصراحة في هذا الموضوع أي تسوية لا يمكن أن تسمى بتنازلات، لأنها تتعلق بالمصلحة العامة العراقية والمصلحة العامة في إقليم كردستان. تعودنا دائما من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يضحي بمستحقاته فقط من أجل أن تكون هناك عملية استقرارية واستمرار للعملية السياسية العراقية منذ عام 92 وحتى هذه اللحظة، عندما ضحى الديمقراطي بمقعد له لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبح البرلمان 50-50. ولكن هذه المرة إن كانت هناك أي تطورات في الموضوع فيجب أن لا تكون على حساب الاستحقاقات الانتخابية. منذ يوم أمس هناك أنباء يتم تداولها بشأن وجود مرشح تسوية أو عدم القبول بترشيح برهم صالح أو سحب ترشيح برهم صالح أو الإبقاء عليه. حتى هذه اللحظة هذه تعتبر تسريبات غير مؤكدة، ولكن بكل صراحة أنا أتصور يعني هذه بقراءة شخصية، أن يكون هناك اتفاق على
مرشح واحد يتفق عليه الجانبان وكل الأحزاب الكردستانية، ولكن من الممكن أن يكون من الاتحاد ومن الممكن أن يكون من الحزب الديمقراطي. حتى الآن الحزب الديمقراطي لم يبين بأنه سحب ترشيح السيد ريبر أحمد، وما زال الاتحاد الوطني مصرا على ترشيح برهم صالح، ولكن الضغوطات حتى من قبل الإطار التنسيقي مستمر على الاتحاد الوطني بسحب ترشيح برهم صالح. الاتحاد الوطني يخاف من عودة برهم صالح إلى السليمانية كي لا تكون هناك مشاكل حول مسألة قيادة الاتحاد الوطني. هالتنازل في هذا الموضوع لن يعتبر تنازلا بقدر ما يعتبر تضحية من أجل تحسين الوضع وتسوية الوضع. نعم من الممكن أن تكون هناك مرونة بين الجانبين، ولكن ليس على حساب الاستحقاقات الانتخابية. نعم، في حال حصلت هذه المرونة بالفعل، يعني إلى أي مدى تنعكس هذه الخطوة على الأزمة السياسية الحاصلة الآن في العراق في المرحلة المقبلة؟ هل يمكن أن تشكل مرونة وتنعكس عليها بذلك باعتقادك؟ هذه المسألة سوف تحل جزء من الأزمة السياسية. الأزمة السياسية الحقيقية تكمن في مرشح رئاسة الوزراء ومرشح مرشح من، يعني هل سيكون مرشح الإطار التنسيقي أم التيار الصدري؟ حتى الآن التحالف الثلاثي تحالف إنقاذ وطن قدم السيد محمد جعفر الصدر مرشحا لرئاسة الوزراء، وهو حتى هذه اللحظة غير مقبول من الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي أحيانا كان يلمح إلى التجديد لولاية الكاظمي فقط نكاية بالسيد مقتدى الصدر والتحالف الثلاثي، وهذا هذا الموضوع أيضا لم ينجح، وهناك مطالبات بأن يكون رئيس الوزراء مستقلا، يعني لا ينتمي إلى أي من الأطراف السياسية. نعم هذه المسألة من الممكن أن تحل مسألة رئاسة الجمهورية، ومن الممكن أو من الأكيد أيضا أن تحل مسألة الانسداد السياسي والبرود السياسي الفتور السياسي في إقليم كردستان بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن جوهر المشكلة يكمن في مسألة مرشح رئاسة الوزراء. لأن وبكل صراحة بعد أن يعني يقرأ أو يعني يتلو الرئيس رئيس الجمهورية القسم الدستوري والقانوني رئيسا للجمهورية، يجب أن يبين مرشح رئاسة الوزراء، هنا تكمن المشكلة.